أولى فقراتنا لليوم يا نور رح نروح فيها بعالم الطب النفسي، حيث يعاني ما يقارب من 50% من البالغين من مرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم، وأكثر من نصف هؤلاء المرضى يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة، حيث يعد الاكتئاب هو السبب الأول في جميع الأمراض التي تسبب الإعاقة نوعا ما. ولكن على الرغم من هذا الانتشار المرتفع للمرض النفسي، فإن نحو 20% فقط من الأشخاص الذين يعانون منه يحصلون على مساعدة اختصاصية. لحتى نحكي عن هالموضوع أكثر بسن الرحب بالدكتور راغد هارون، اختصاص طب نفسي. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. بالبداية دكتور خلينا نحكي عن أهمية الطب النفسي اليوم والفرق بينه وبين اختصاص اجتماعي نفسي. أكيد طبعا الطب النفسي عن باقي جميع الاختصاصات الطبية اللي أيضا هي مهمة جدا حقيقة، مميز لأنه بيطال جميع مراحل عمر الإنسان، بيطال جميع نشاطات حياة الإنسان، أيضا هو فرع من فروع الطب يلي من شأنه تطوير المجتمع بشكل هائل جدا فيما إذا كان فيه اهتمام بالمجتمع. لذلك الطب النفسي يعتبر مميز ويدخل بكثير من حياتنا، سواء بمرحلة المدرسة، سواء بمرحلة المراهقة، سواء أيضا كثير من المؤسسات الحكومية. مهم جدا أنه يكون الطب النفسي كوزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة العدل وغيرها من الوزارات، نظرا لأهميته وتداخله الكبير بعمله من أجل أنه يعملوا مع بعضهم البعض لتأمين الحياة الأفضل والشكل الأفضل للتعامل والتعاطي مع الإنسان. نعم دكتور، خلينا هيك نحكي شوي ونضوي عن أبرز المشاكل النفسية يلي بيعاني منها أغلب الناس، وخاصة بعد الظروف الصعبة يلي مرقنا فيها. يعني كلنا مرقنا بضعضعة نفسية خلينا نسميها، في مننا قدروا يتجاوزوها وفي مننا سببت لهم يمكن إعاقة من أمراض إن كانت جسدية أو نفسية. صحيح. خلينا نحكي ترابط المرض النفسي مع الجسدي، وكيف فينا وكيف المرض النفسي أو الاضطراب النفسي بيتطور إلى مرض. صحيح. هلأ من المهم جدا حقيقة الحديث عن الاضطرابات النفسية بالأيام العادية اللي ما فيها مشاكل، ما فيها شدات، فما بالك بالفترات التي تلي الحروب، تلي خاصة الأزمات. خاصة الصبايا بيتهمون، بس نحن دائما بنقول هرمونات هرمونات، بيتهمون انه متقلبين المزاج او لا. اكيد يعني، ولكن اللي بيصير انه ما نون متهمين للأمانة، هن معرضين اكثر من أكثر الشباب حقيقة أكثر. بسبب طبيعتهم الرقيقة، بسبب أيضا الطبيعة الهرمونية بتلعب دور. فإذا الحديث عن الطب النفسي مهم جدا بالأيام العادية، فما بالنا بالأيام اللي تلي الحروب، بالأيام اللي فيها شدات نفسية ناتجة عن الضائقة المعيشية، ناتجة عن كثير من المشاكل يلي عم يعيشها الإنسان بشكل يومي. فالطب النفسي ضروري جدا بحياتنا وضروري جدا الحديث عنه. طبعا نحن يعني بحكم انه مرقنا بفتره طويله نسبيا من الشده والاحداث حقيقه الشديده، فلاحظنا بفترتها ازدياد تشخيص او ازدياد أعراض اضطراب بنسميه اضطراب الشدة ما بعد الرد، يلي بيحدث بفترات الشدة والحروب نتيجة تهديد حياة الإنسان، أو شعوره بأنه حياته تهددت، أو نتيجة اختطافه وعودته بعد ذلك، فبيعاني من أعراض اضطراب الشدة ما بعد الرد. كثير من أعراض الاكتئاب ظهرت أيضا خلال فترة الأحداث الصعبة اللي مرقنا فيها، وأيضا كثير من أعراض الاكتئاب موجودة بهالأيام نتيجة الشدة النفسية اللي عايشين فيها ونتيجة الأحداث الشديدة يلي عم نمر فيها بشكل يومي.
ويمكن دكتور نحن حتى لو يعني عم نمر بحالة طبيعية، كل الناس في عندها مشاكل نفسية فينا نقول، وأغلب الناس عندها هي المشاكل بشكل طبيعي، منه شيء يعني قلق، بس في ظروف يمكن أعراض وليست فينا. مشاكل صفة عم تأثر على حياته، فينا نقول أعراض نفسية، لكن نحن يمكن اليوم عندنا ظروف اقتصادية صعبة، ظروف معيشية صعبة، العمل لساعات طويلة، ضغوطات اجتماعية كتير كبيرة نوعا ما عم تأثر على حالتنا النفسية. بنشوف أحيانا البيئة المحيطة أو اللي لازم تكون هي أساسا داعم لك هي فيها طاقة سلبية كتير. صحيح. في كل الناس عندهم ضغوطات فما عم تلاقي تفريغ بشكل صحيح. صحيح. اليوم كيف فينا مثلا نفسر هي الحالة النفسية، وبنفس الوقت كيف فيني أنا يعني بدون الدعم المحيط أقدر أتخلص منها أو أقدر أعالج نفسي؟ لأنه مش كل الناس فيها تروح على طبيب نفسي ويقول أنا يعني، حتى روح على طبيب نفسي اليوم رفاهية، بيقول لك أنا بروح على الدكتور النفسي كل شهر مرة أو كل شهرين هيك لفضفض شوي، بس في كتير من الناس يمكن عم تمر بظروف قاسية مش قادرة. صحيح. تطلع من هي. حقيقة فعلا المعوقات كثيرة للوصول أو للتواصل ما بين المريض وما بين الأخصائي النفسي أو الطبيب النفسي، من التكاليف، من الثقافة، من صعوبة الوصول له بسبب قلة عدد الأطباء الموجودين أو العاملين بهذا المضمار يعني. لذلك هناك فعلا صعوبات. بطبيعة الأحوال الإنسان دائما بيعاني من الشدائد، ونتيجة طبيعية لهالشدائد بيعمل شيء بنسميه ديفنس ميكانيزم، آلية دفاع. آليات الدفاع هي مجموعة من التقنيات اللي بيقوم فيها الإنسان من أجل تخفيف شدة الموقف أو الحالة اللي عايش فيها. لذلك هي المشكلة آليات الدفاع صايرة هشة عند الكل. صحيح. نوعا ما هي يعني هي النقطة نوعا ما المختلفة اليوم، زائد انه بتكون في منا غير ناضجة. صحيح. هناك آليات ناضجة وهناك آليات غير ناضجة، وبالتالي كثير الآليات الدفاعية غير الناضجة، وبالتالي اللي ما بتريحنا نفسيا نتيجة هالشدة اللي عم نمر فيها او هالاضطراب اللي عم نمر فيه، وبالتالي وكأنه لا عملنا آلية دفاع ولا راجعنا طبيبنا او اخصائي النفسي من اجل هالمشكله اللي احنا عم نعاني منها. فالانسان بيلجا لكثير من الامور يعني، او بامكانه يلجا لكثير من الامور من اجل انه يخفف الوقت اللي يفكر فيه بمشكلته النفسيه او باعراضه النفسيه. هوايات كثير ممكن انه نقوم فيها، رياضه، قراءه، هي قادرين عليها بصراحه، ممكن ما انا بحاجه تكاليف، ما انا بحاجه يعني كثير من الامور اللي بنعجز عنها احيانا، فهي متوافره بالبيت، بنقدر نعمل رياضه، الكتب متوافره، ويعني ما في عجقه علي لانه ما بنقرا كثير بصراحه، وبالتالي ما كثير متهافت علي، موجوده ومتاحه. كثير من النشاطات الفعاليات ممكن يشارك فيها الإنسان أيضا بتساعده نفسيا، كثير من العلاقات الاجتماعية مهمة جدا. لازم دائما الإنسان يقوم بشيء في الحياة يكون عم يقدم فيه أو عم يعطي فيه الآخرين، مهما كان مقدار هذا العطاء، سواء كان قليل أو كثير، هو بالنهاية عطاء، وبالعطاء هناك مسرة وهناك غبطة وسعادة دائما. نعم. خلينا نحكي عن تأثير بعضنا البعض بالآخر، يعني إذا حدا كان عنده شوية انتكاس بالحالة النفسية، نحن دائما بنلجأ للناس المقربين، دائما بنلجأ لأشخاص ممكن ما نون كتير قراب كتير بعاد، كل واحد يمكن له خصوصية باللجوء. صحيح. إلى الفضفضة يمكن. صحيح. للرياح النفسية، الدعم النفسي. صحيح. ولكن خلينا نحكي عن تأثير الحالة السلبية انتقالها إلى الشخص الآخر، تذكيره تماما او يعني الداعم واللي عم يستقبل الدعم. صحيح. تذكيره بالمشاكل، تذكيره بالنقص، ممكن يأثر يعني المريض او المنتكس نفسيا، مو لازم يروح فقط عند اخصائي نفسي، ولا لا في شخص عادي يساعده ما رح ينأذى؟ صحيح. للامانه يعني شيء مهم اضافه لعلاج الطبيب يلي جوهر عمله الأدوية، وهذا شيء مهم جدا نظرا لأنه ذكرنا بعدة
حلقات سابقة يعني عن الاضطراب الكيماوي المرافق للاضطراب النفسي مهما كان نوعه، ولكن الاضطراب الداعم مهم جدا، supportive treatment عند السايكولوجيست الداعم النفسي أو عند أي شخص بيعتبره داعم نفسي. البيئة اللي عايش فيها الإنسان هي الداعمة نفسيا. الزوجة المكتئبة لما بيكون زوجها متفاهم لموضوع الاكتئاب وعارف كيف يدعم زوجته وكيف يتفاهمها وكيف يتفاهم سلوكياتها خلال فترة الإصابة وفترة اشتداد الأعراض، هذا بحد ذاته دعم قد يكون أهم من دعم الطبيب ودعم السايكولوجيست حقيقة. ليش؟ نتيجة لدرجة قرب هذا الإنسان وأهمية تفاعله مع زوجته. أيضا أولاده الداعمين، أسرتها الأساسية الداعمة، أصدقائها، كل البيئة داعمة حقيقة، ممكن أنه تلعب دور داعم لهذا المريض وممكن أنه تأثر إيجابيا بتحسين حالته والخلاص من مشكلته بشكل سريع. وعلى العكس من ذلك إذا كانت الظروف البيئية غير داعمة حقيقة، مثل شخص يعاني من اكتئاب ولا يوجد أسرة، لا يوجد زوجة، لا يوجد أولاد، حتى لا يوجد عمل، هي بنسميها عوامل إنذار سيئة. يعني أنا لما عم أخذ القصة المرضية من مريضي وعم أسأله عن تفاصيل حياته، بعرف سلفاً إنذاره جيد ولا إنذاره سيء، بعرف سلفاً رح يتحسن بسرعة ولا رح يطول شوي بالعلاج، نظراً لوجود العوامل المساعدة مثل العوامل الداعمة اللي ذكرناها، الأسرة والصديق والأولاد والعمل وغيرها من العوامل الداعمة للإنسان. طيب دكتور، في شيء بنسمع عنه كتير بيقولك الاكتئاب الخريفي، كيف فينا نفسر يعني الاكتئاب الخريفي ضمن الطب والعلم؟ فينا نقول عنه مثلا هو حالة مؤقتة أو له تفسير آخر، وكيف فينا نعالجه؟ صحيح، الاكتئاب الخريفي أو الموسمي بنسميه أو الفصلي هو نوع من أنواع الاكتئابات حقيقة. الاكتئاب مثل ما بنعرف هو خلل بنواقل عصبية بالجنة العصبية المركزية، بتصير عند كثير من الأشخاص المستعدين لهذا الاضطراب تحت وطأة مجموعة من الظروف القاسية يلي بيعيشوها أو بعيداً عن الظروف، أحياناً ما بيكون في ظروف، ولكن بده يتعبر عن استعداده لهذا الاضطراب من خلال ظهور الأعراض. بالنسبة للاضطراب الخريفي، في كتير من الدول يلي بتغيب عنا الشمس فترة طويلة حقيقة، أي بيغيب الضوء، بيلاحظوا في نسبة عالية من حالات الاكتئاب تبدأ في نهاية الخريف وبداية الشتاء. إلى تفسيرات عديدة بشكل دقيق لا يوجد حتى الآن، ولكن يتهم الضوء الشمس تحديداً بحدوث هالإصابات نظراً لأهميته بكثير من النواقل العصبية مثل الميلاتونين وغيره، مثل السيروتونين ومستقلباته أو الإنزيمات الناقلة له ما بين العصبون والعصبون داخل الجملة العصبية المركزية. فضوء الشمس مهم جدا لهذا العمل المتكامل بوظيفة الدماغ، غيابه فترة طويلة عم يجعل الشخص يفوت بحالة من الشعور بالكسل، بعدم الرغبة بالتفاعل مع الآخرين، بالعجز عن القيام بأي شيء، بالشعور بمزاج سيء طيلة النهار منذ الصباح الباكر، وبالتالي إصابته بالعجز الكامل عن إتمام وظائفه أو تواصلاته الاجتماعية بالمجتمع العايش فيه. وهي حالة عابرة بحاجة لعلاج من أجل أنه ما تتطور. يعني نؤكد دائما على عدم الاستهانة فيها، لأنه من الممكن جدا أنه تتطور وتوصل فينا لحالات شديدة وبما فيها الأفكار الانتحارية والمحاولات يلي دائما منخف أنه نوصل إلى وتحدث لا سمح الله. نعم دكتور، أمتى منلجأ إلى الأدوية المهدئة وأمتى منلجأ إلى المصحات النفسية؟ طبعا بالنسبة للأدوية خلينا نكون دقيقين من فضلك بموضوع المهدئة. نحن يعني فعلا بلاحظ أنه المعظم بيوصفها بالمهدئة لأنه تعمل بالنهاية على تهدئة المريض. صحيح، تهدئة المريض وتركينه هو من التأثيرات الجانبية للدواء، ولكن
الأثر الجوهري والأساسي للدواء بيكون موجود من خلال صفة هذا الدواء. هل هو دواء مضاد للاكتئاب؟ هل هو دواء مضاد للقلق؟ هل هو دواء مضاد للذهان أو مضاد للوسواس القهري أو غيره من الاضطرابات؟ وبالتالي نلجأ للدواء المضاد لأي اضطراب من الاضطرابات النفسية لما بنكون نحن بحاجة له بشكل ضروري جدا من أجل تطوير الحالة. أما بالنسبة لباقي العلاجات أيضا هي علاجات متممة وعلاجات داعمة للحالة النفسية اللي نحن عم نعاني منها. نعم دكتور، يعني حاولنا هيك نستفسر بعض التساؤلات اللي بتخطر كتير ببالنا وكتير ببال الناس، ويمكن الذهاب إلى الطبيب النفسي هو أمر طبيعي لازم نعترف فيه، ونوعا ما كلياتنا يمكن بحاجة لطبيب نفسي اليوم لتقدر نوعا ما تنشط حالك من جديد، تقدر تعطي حالك طاقة أكيد من أول وجديد، تقدير تقييم نفسي. نشكرك كتير على وجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك كتير دكتور. شكرا لكم.